بعد دراسته الهندسة المعمارية في طرابلس وإدارة الأعمال بفيينا وحصوله على شهادة في الاقتصاد من لندن، لم يخرج سيف الإسلام القذافي من عباءة أبيه الراحل. الابن يعود إلى جلباب أبيه، يرى بعينه ويتحدث بلسانه بعد عقد من الغياب والاختفاء. وكأن الزمن توقف لعشر سنوات، وكأن الليبيين يعودون إلى الوراء 11 عاماً قبل الثورة والرحيل والمحاكمة والاقتتال وأشياء أخرى كثيرة. الشاب العصري وقتها قارب 50 من عمره الآن. مظهره الأوروبي وخطابه الغربي مع العالم تبدلا، وعاد هو إلى زي الصحراء ويخاطب أبناء شعبه بلغتهم الليبية البحتة، عندما قرر ترشيح نفسه للانتخابات الليبية. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الذي يريد العزة والكرامة والمجد يخرج من بيوتكم، اخرجوا من بيوتكم. البطاقة الانتخابية. من سبها أعلن الترشح ليكون رئيسا محتملا للليبيين بكلمات مقتضبة وجملة أو اثنتين قصيرتين، على خلاف خطابات والده المتناقضة التي كانت إما جملة أو حديثا بلا بداية ولا نهاية. سيف الإسلام اختصر سنوات الاقتتال ولم يخط فيها، وتجاهل الاعتراف بأي محاكمات تنتظره. قرر الخروج من مخبئه المجهول، لكنه لم يكشف بعد عن برنامجه الانتخابي وسط حالة يأس يعيشها الليبيون بين نظام سابق ثار عليه ونظام حالي مشتت الأفكار والأوراق. سماح السيد، العربية.